طلعت متجوزه ثلاثه. ثلاثه؟ اه ثلاثه. واخر واحد ده بقى اللي الدنيا مقلوب عليه بجد، ابن واحد من اغنيه المنيا، وكمان قريبه ومدير الامن هناك، وهي واخده حكم بعشر سنين. عامله لك ايه يا عسليه؟ تسال عليها ليه؟ حاسه اني قلقانه وخايفه. ليه حصل حاجه ضايقتك؟ اهتمامك بيا ووجودي هنا جنبك مخليني مرعوبه انه يجي يوم وامشي. اسكت واستعبط طيب ولا اقول له اللي سمعته عنك والبلاوي المتلتله اللي انت عاملاها ومش فاكره اي حاجه منها؟ شفت كابوس ما فهمتوش. كابوس؟ طب هاتي احكي لي. حلمت انك مش عايزني معاك هنا في البيت وعايز نمشي. علي خرج من السجن. ايه؟ هرب؟ لا طلع عفو نص المده. انت مش كنت قلت لي عن زبون عشان اخلص عليه؟ قول لي حكايته ايه واخلص عليه امتى. انت عجبتك اللعب؟ كله من اللي عليا. انت لوحدك؟ خليك في حالك يعني. ايه هو انت نسيت اللي حصل بينا ولا ايه؟ اه نسيت. ده جنان بقى. طب ده احنا كنا حتى يعني ما كناش. وتلم يا اخويا بدل ما اخلي ليلتك دي اسود ليله في حياتك. انا بحب داليا. وبعدين مختار ركز معايا. مع بعض يعني؟ مع بعض يعني معايا. وانا قررت اتجوزها. كنت متخيل الحركه البلدي دي هتعدي. يا باشا البلدي يوكل. يا صلاه النبي، ده احنا هنبقى اغنيه والاشياء هتبقى معدن. الغريبه بقى يا راشد لما قلت الاجانب بره على حركه الكوك في عربيه المعاقين دي وقفوا على طول. عايز اشتري هديه لمستر مراد. انت عايزه تجيبي له هديه؟ انا هعرفك ايه اكتر حاجه ممكن تساعده. ايه هي؟ الاهتمام. اديني جيت يا شفيق. ايه الخبر بقى عشان انت خضتني؟ عشان كده ما كانش ينفع اقول لك الكلام ده في التليفون يا مراد. اسمع، انت مرشح دلوقتي لوزاره الاسكان والموضوع ده خلاص ده اديني جيت. في الكلام ده في بالي بس كنت مستغرب. احنا بقى المشكله بقى شركه المقاولات بتاعتك دي ممكن تعطل الدنيا برمتها. ما انت عارف برضه مراد مش معقول هتبقى وزير وفي نفس الوقت اعتك اكبر شركه مقاولات في البلد. خلاص هكتبها باسم حد من ولادي. عموما انا جبتك هنا عشان اقترح عليك اقتراح زينه، بس برضه يا ريت تشيل ولادك من السوق. اه شفيق، بس انا ما اقدرش اسيب الشركه لاي حد يعني. لا ينفع ولو بشكل مؤقت يا مراد، ده لو انت عايز تبقى وزير فعلا. طيب سيبني افكر. طبعا الاتفاق اللي عملناه مع الشركه الروسيه دي مكسب كبير قوي يا مختار. العقود اللي بيننا وبينهم بتقول ان احنا هننفذ المباني ونشطبها، وانا بفكر كمان ان احنا نستغل. مختار انت معايا؟ ايه انت مش هنا خالص. سوري انا سرحت. كملي. طب أنا كنت عايزة أسألك حاجة كده. أنا كنت عايزة أخد مراد ونسافر حتة عشان يعني يغير جو. تفتكر يحب يروح فين مثلا؟ مكان فيه بحر ولا جرينري أكتر؟ بيتهيألي لو أنتي هتسافري مع مراد مش هتفرق كتير أنتوا هتروحوا فين، لأنه طول ما هو معاكي هو مبسوط. مختار انت شايف ان مراد كتير عليا؟ اكيد لا، بالعكس. من غير مجاملة تقول يعني مراد والشركات دي كلها والمال ده كله يحبني؟ ما اظنش الراجل عنده اختيار قوي في الموضوع ده. لا مش فاهم. اي حد يا داليا هيقرب منك هيتعلق بيكي قوي.
وهيلاقي نفسه حواليكي بس. حتى لو يعرف 100 ست قبل كده هينساهم كلهم وهتفضل انتي بس. احنا كنا بنتكلم عن مراد صح؟ صح. صباح الخير يا سعد، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله يا فندم. داليا فين؟ كانت في قسم التسويق دلوقتي يا فندم، كانت بتراجع بس العقود بتاعت الشركات الاجنبيه. طب خليها تجيلي لو سمحت. حاضر. سامح بليز افتح الماسنجر وي نيد تو توك. ودلوقتي خير يا بابا؟ خير خير. مالك مخضوض كده؟ ما ينفعش اطمن عليك ولا ايه؟ تحت امرك يا مراد باشا. انت عامل ايه؟ تمام الحمد لله. والبنوته كويسه؟ كويسه الحمد لله يا بابا. بص انا معروض عليا ان انا اكون وزير ومحتاج اتكلم معاك. وزير؟ وهتفرق معاك في ايه الحكايه دي؟ يا ابني انا محتاج اتكلم معاك، استشيرك اعمل ايه؟ خصوصا ان انا لازم اتنازل للشركه لواحد فيكم. بصراحه يا بابا انا مش فاضي وعندي شغل كتير هنا، مش هقدر انزل قبل 6 شهور على الاقل. 6 شهور؟ ايوه 6 شهور، مش اقل من كده. لا مستحيل. طيب خلاص، لا انت ولا اخوك فاضيين لي، بقى هعمل ايه؟ طب هتعمل ايه قول لي؟ مالكش دعوه باللي انا هعمله بقى، وسيادتك لما تبقى فاضي يبقى كلمني. يلا سلام. انت غريب يا ابني غريب. في ايه يا مراد؟ مالك متضايق ليه؟ ابني كبير بقول له حبه وزير، بيقول لي دي هتفرق معاك في ايه؟ طب عشان خاطري ايه ده؟ ما ينفعش كده، اعصابك مجنوده. اناني جدا سامح ده يا داليا، انت عارفه ان انا اديته اكتر من 4 مليون دولار عشان يفتح شركه، وفعلا فتح شركه وبقى بزنس مان كبير، ودلوقتي لما احتاجه يقول لي اصل انا مش فاضي غير بعد 6 اشهر. طب هو الوزير شفيق مش قالك انه ما ينفعش تتنازل لاولادك؟ عايز منهم ايه؟ ما لازم يبقوا موجودين يا داليا، يعني انا لما اموت ما دي هتبقى شركتهم برضو. بعد الشر عليك. وبعدين انا موجوده اهو، خد رايي انا، ولا انا ما ينفعش يعني عشان انا سكرتيره صغيره في شركه سعادتك؟ ما هي انا ما كنتش عارف اعمل ايه لو ما كنتيش موجوده معايا يا داليا. كنت برضو هتبقى وزير وقدها وقدود كمان. ايه رايك في مختار؟ مين مختار؟ يعني انت بتثق فيه وبتحبه، نزل له هو عن الشركه. انا فكرت في مختار فعلا، وفكرت في اختي ليلى كمان. لا 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 لا. هدي بقى اللي ما تنفعش. ليلة ايه؟ ولا مختار كمان ينفع. مختار ده طاق مجنون، يعني مش قد المسؤولية. انا مربيه صدقيني. باين من هدومه. طب ايه الحل؟ المسألة ان الوقت ازف. عارفة لو حكمت ان انا ابيع الشركة دي انا هبيعها. انا عارفة ان الموضوع صعب قوي بالنسبة لك، بس برضو انك تبقى وزير دي اهم. بس كمان ما ينفعش تتنازل عن الشركة كده وتضيع منك. هو انا شايفاك كده مشدود قوي اليومين دول، مش عارفه اعمل لك ايه ولا اساعدك ازاي. انا عرفت، هو فنجان قهوه كده يعدل مزاجك عشان تعرف تفكر كويس. فكره كويسه جدا. انت هتفضل لطعني يا اخويا بره كده وانت قاعد تعدلي في الفلوس في ايه؟ بقول لك ايه والنبي يا فتون، سيبيني 5 كده اظبط حالي وبعد كده اكلم معاك. هسيبك 5 يا اخويا، بس هات ال 50,000 بتوعي. خد اتفضل. ايه ده؟
ده احنا محتاجين نجيب دولاب غير الدولاب ده علشان يكفي. اه الفلوس دي بصراحة عايزة لها بنك مش عايزة لها دولاب. بنك؟ بنك ده ايه؟ ما احنا طول عمرنا بنحط الفلوس هنا. خطر خطر يا ست، خطر على الفلوس وخطر علينا. خطر؟ يعني ايه يا اخويا خطر؟ يعني انا زمان لو كنت اعرف ان في شقة فيها الفلوس دي كلها كنت قتلت 100 واحد عشان اسرقها. لا اسم الله عليك يا اخوي. خايف من الحرامية يا راشد؟ اه طبعا ما خافش ليه. طب خلاص افتح حساب باسمي وحطهم فيه. لا بس ان هما 100 جنيه هتفتح بيهم حساب في البوسطة؟ ده الحكومة شمت خبر بالفلوس دي هنروح في 60 ده. ثم ان انا ما سلمكيش دقن يا فتون، الفلوس دي بالنص بيني وبينك صح؟ صح. وبعدين؟ بعدين ايه؟ في عربيتين جايين اخر الشهر، يعني الفلوس اللي انت شايفاها قدامك دي هتولد فلوس تانية، يعني احنا محتاجين نفتح حساب في البنك. ويا اخويا هتعملها بقى ببطاقتك المزورة؟ لا طبعا، لا ببطاقتي ولا حتى باسمي. لازم نشوف لها غرزة كده، ندور لنا على حد تقيل يظبطها. وانت يا اخويا تعرف الحد التقيل منين يا حسرة؟ يا ست اللي يسأل ما يتوهش. هات 10 كمان. ليه؟ هات من اللي عليكي. واكسى عليا. انا بشوف حاجة واكسى. يا ساتر على دي وليه؟ يا ساتر ما نسيت اللي انا حسبته. أنا في أزمة كبيرة بسببك. عارفة أنا مقدرش أعد الستات اللي عرفتهم في حياتي، كانوا كتير أوي. ليه بقى أنت بالذات تعملي فيها كده؟ حصلتش اني اقعد اشرب وافكر في واحدة موجودة مع راجل غيري. المشكلة انه مراد، عارف لو مش هو ولا كان يهمني كنت هعرف اخليكي تسيبيه. انا عارف اني اقدر. ايوه انا مغرور جدا بس ما اقدرش اقف قدام مراد. ولا اقدر اقول اللي عرفته عنك. لما بشوفه معاكي انا فرحان مبسوط عامل زي عيل لسه في الجامعه. بصي انت اوف انت تخرجي من دماغي خالص وهبطل افكر فيكي تماما. انتي
خلاص خلاص. طب كيف سعادتك هنا يا فندم؟ هنا؟ أي يا فندم. مبروك يا فندم. مبروك يا فندم. هروح أسجله في المكتب المربي على إذنكم. رسمياً؟ بعد ساعة واحدة من دلوقتي هتبقي صاحبة أكبر شركة مقاولات في الشرق الأوسط يا داليا هنا. هنا؟ لا ده على الورق بس. هو مختار فين يا عبد الحميد؟ أنا بحاول أكلمه طول النهار مش بيرد عليا يعني. مش عارف يا فندم حضرتك تؤمر بإيه؟ أنا عايزك تجيبه من تحت الأرض وتيجي أنت وهو 9 بالليل عندي في البيت. تحت أمرك يا فندم، بس أقول مختار إيه السبب؟ أما تيجوا هتعرفوا. أوامرك يا فندم، أستأذن حضرتك. اتفضل. النهارده بالليل انت هتبيع حرم مراد الجرحي، وبعد كام يوم هتبيع حرم الوزير مراد الجرحي، ايه رايك؟ انا طبعا فرحانه قوي، مش مصدقه نفسي. اللي بتعمله ده جنان يا مراد. اللي بعمله ده اعقل حاجه عملتها في حياتي. مع الوزير. ازيك يا شفيق؟ لا انا كويس. لا مبسوط شويه. بقول لك ايه يا شفيق؟ انا كنت عايزك تعدي عليا في البيت الساعه 9 بالليل النهارده. النهارده. ايه؟ مفاجأة. اما تيجي بقى يا شفيق هتعرف. طيب. طيب. مع السلامة، مع السلامة. داليا، تيجي نروح نتغدى برا؟ هاتي المفاتيح معاك بليز. تعال، ليتس جو. أحلى كوباية شاي لأحلى إيهاب باشا في الدنيا. حبيبي يا أبو راشد. حبيبي. بص يا راشد. الباشا اللي أنت رايح تقابله ده يخوف. خوف إزاي يعني يا باشا؟ بياكل عيال صغيرة. بص يا راشد. الباشا ده أنا أعرفه بقالي سنين. الراجل ده مفيش أي حاجة اتغيرت فيه. الراجل ده لا فرق معاه ثورة ولا حكومة اتغيرت ولا سعر الدولار طلع ولا نزل. الحاجة الوحيدة اللي أنا متأكد منها إن الراجل ده يقدر يعمل أي حاجة. حتى الناس اللي حواليه لا يعرفوا بيشتغل ايه ولا مع مين. يا باشا تمام، ما قلناش حاجه، هي خدمه اطلبها منه وياخد اللي هو عايزه، مش ده الميري؟ تمام، وانا مفهمه كده، بس الراجل ده لازم تتعامل معاه بادب. ده مش موظف حكومه مرتشي بيخلص لك مصلحه، لا ده باشا وانت رايح تطلب مساعدته. باشا فاهم والله، انا مش تلميذ، باشا يعني واحد من الكبارات يعني. وابقى خد فتون معاك. لا فتون يا باشا مش ناقصه، لسه بتقول لي راجل من الكبارات وبتاع فتون دي تفضح بلد، اخدها ليه؟ مش فاهم. البت دي دمها خفيف وهتفك القعده. ماشي. فهمت قصدك، المدام بتاعته تبقى موجوده يعني، فهمت. هتفك القعده برضو ولا ايه؟
مخدوم اسطى فضيحة يا باشا. خدها ماشي. عايز فلوس؟ مفيش مصلحة ولا ايه؟ انا المصالح بتاعتي ما بتعطلش. ولا قصدك مصلحتك انت؟ اللي بريحهولك تاخد عليه كام؟ مالكش فيه؟ لا ليا فيه. مش هو دين؟ يعني ليه اخر؟ لا لسه بدري ما تقلقش. لما يخلص أبلغك. شغلانتك اللي جاية كمان أسبوع. اتفقت عليها بس لسه ما عربنتش. يلا كابيلو. ما ينفعش ما تجيش يا مختار. اتصرف عبد الحميد، قول له اي حاجه، قول له ما عرفتش اوصل له. اكيد مراد بيه عايزك علشان نقل ملكيه الشركه. نقل ملكيه الشركه ده ايه اللي بتقوله ده؟ ايوه يا سيدي، مراد بيه النهارده الصبح اتنازل عن الشركه لداليا بيع وشراء. نهار اسود. في ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ مالك يا مختار في ايه؟ ازاي تسيبه يعمل حاجه زي كده من غير ما تقول لي؟ اهدى اهدى، الموضوع مرتبط بترشيح لوزاره الاسكان، وبعدين يا اخي انا مش قريب قوي من مراد بيه يعني علشان اناقشه في حاجه زي دي. ثم انا فاكرك عارف. اعرف منين يعني؟ ومين بقى الولد اللي خد العربيه دي؟ دي بقوله فات يا اخويا. شو تفضحينا، بيركنها يعني في امان؟ ايوه نعم. مساء الفل. احنا تبع الباشا. باشا سيبوه. مساء الخيرات يا باشا. تعال. مين دي؟ دي معايا يا باشا. معاك مراتك؟ لا يا باشا، دي مرات ابن عمي وشريكتي. اسمها ايه؟ فتون. فتون؟ حلوة الفتون دي. يا حلي ايامك يا فخامة. فخامة؟ حلوة فخامة دي وجديدة كمان. وانا عادل. اهلا يا عادل، اشربوا يا عسل. اي حاجة من الازايز دي اجربها يعني. ده انت مجرمة بقى. نوم يا ابني كاسين. خليكي جربي حاجة من الحاجات دي عسل. خير يا عادل؟ خير يا باشا. أنا كان معايا قرشين كده كنت عايز أحطهم في البنك باسم سعادتك. كام؟ 20 مليون. 20 مليون؟ حتة واحدة؟ عايز تغسلهم أنت ها؟ يعني اشرب عادل. طب بص عادل بقى، ال 20 مليون دول مبلغ مش مهم. روح تاجر بيهم في الخردة أو عند قطعة غير مستعملة. في سماسرة بيعملوا كده على فكرة، وفلوسك هترجع لك ورا. لا، الواضح بقى إن أنت مش فاهمنا. طب ما تفهميني. الباشا اللي قاعد قدامك ده قبل ما يبقى باشا كده كان شقي حبتين. أنت عليك أحكام عادل؟ لا يا باشا، عادل معلوش حاجة، أنا أصلاً اسمي راشد. فهمت. يعني أنت جاي اللي عايز اسم جديد بورق سليم، تمسح صفحتك القديمة وتفتح صفحة جديدة. الله ينور عليك يا باشا. 4 مليون جنيه. وأنا كمان عايزة. أنت إيه؟ عليك حكم. فاشر حكم. أنا عايز أقرب يعني، ومش هدفع ولا مليم طبعا. أنت
ما تجيب لنا شويه من ده اسمه ده ايه يا باشا؟ ده حلو قوي. خمره. ما تجيب لنا شويه خمره. خمره. ما تجيب لنا شويه كده. تسلم. أنا فكرت فعلاً إن أنت ممكن ترفضيه وممكن يبقى فيه. لا يا مراد، أنت عارف كويس قوي إن أنا هوافق. عارف ليه؟ ليه؟ عشان أنا ماليش غيرك. بس أنا ما بفكرش فيك يعني بالطريقة دي، جواز وكده. طب خلاص، أنا هتصل للناس واعتذر لهم، الناس اللي كانوا على وصول دول. يا مراد لو سمحت فهمني، انت عندي اهم من كده. انت ابويا واخويا وجوزي، دول اللي انا مش فاكراهم. وبعدين اللي انت بتفكر تعمله ده غلط. غلط ليه يا داريا؟ يا حبيبتي انا عايز اتجوزك مش عشان انت ست حلوه بس. انا اتنزلت لك على الشركه عشان بثق فيكي، عشان انت حد مهم جدا بالنسبه لي، وعايزك تفضلي كده على طول معايا. فقلت نعمل كده بشكل رسمي يعني قدام الناس ببساطة. طب ليه دلوقتي؟ عشان أنا عايز كده. ده لو أنت عايزة كده. قلتي إيه؟ إيه؟ بالرفاء والبنين إن شاء الله. مبروك يا مربي، مبروك يا مدام. يا مولانا. ألف مبروك يا مراد. الله يخليك يا معالي الوزير. مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك. ألف مبروك. أنت جوزت راجل عظيم، لازم تخلي بالك منه بقى. أنا عارفة. مبروك مربي. الله يبارك فيك يا عبد الحميد. انا فرحه على داري الاسبوع اللي جاي، ها، وكلكم عازمين. اكيد يا فندم. انت كمان يا مولانا. طبعا يا فندم، ده مش عايز كلام، استاذن انا حضرتك. اتفضل. شكرا. انت ما باركتش لمراد بيه دي؟ انت ازاي تبقى عارف ان هم هيتجوزوا وما تقوليش؟ طب مراد بيه ما قاليش. انت مالك فيه؟ مفيش. مبروك يا مراد. الله يبارك فيك يا مختار. مالك؟ مفيش، تعبان شويه بس. انا همشي. تمشي؟ تمشي تروح فين؟ لسه هنتعشى ولسه في السهر. مش عارف مالي من امبارح، مش قادر. معلش. تصبحوا على خير. مبروك. طيب هكلمك. مختار مين يا عبد الحميد؟ يا فندم والله مش عارف، هو كان كويس لحد ما جه هنا. ما تعشونا بقى يا جماعه، عاوز اروح انام. اه طبعا. اخبار العشاء ايه يا مدام؟ الاكل جاهز وسخن. طيب يلا بينا. اتفضل. اتفضل يا فندم. تفضل معالي الوزير. تفضل. مختار وحشتني. انبسطت لما قلت لي ان انت عايز تشوفني. انت ما بتتكلمش ليه؟ متضايق. متضايق من ايه؟ مراد كتب كتابه النهارده. مراد اتجوز؟ داليا؟ وانت ايه اللي مضايقك؟ انا عارفه انك بتحب داليا، وانا مش عيله صغيره، أكيد عارفة إنك بتحب داليا. كان شكلي باين قوي إن أنا متضايق وأنا بسلم على مراد بعد كتب الكتاب. حاولت أكون مبسوط ومعرفتش. سبت المكان وجريت. كل ما اكتشف انا قد ايه متعلق بداليا خط. انا بحبها، مش عارف ابطل. كرهت مراد، ده محسسني بذنب فظيع. مراد ده له فضل كبير جدا عليا، تقريبا حياتي كلها هو اللي عاملها. عايزين ان احنا نحب حد ما حسش بينا زي كده.
بس انا فرحانه ان انت كلمتني وانت في موقف زي ده. بس انا حبيتك قوي يا مختار، يمكن انت ما حسيتش، بس انا اشطر منك. عارف ليه؟ عشان عرفت ابقى معاك. انا لسه راجعه يا سامح من شرم الشيخ حالا، وصلت عند بابا في الفيلا. نو واي، انت بتقول ايه؟ مش ممكن اخليه يتنازل عن الشركه. اقفل انت دلوقتي عشان وصلت اهو. هخلص وهكلمك. يلا باي باي. مدام ليلى؟ مراد فين؟ وقع من وش؟ مستر مراد موجود حضرتك. خير؟ خير يعني ايه؟ وانتي مالك؟ حضرتك الوقت متأخر جدا، الساعة دلوقتي 1:30 بعد الليل. قلت ذوق الجلاطة بتاعتك دي. بقولك روحي اندهيله. مراد فين؟ حضرتك هو نايم. صحيه. مالك متنحة كده ليه؟ روحي صحيه قولي انا عايزاه هنا ضروري. يلا. مش هينفع صحيه مدام ليلى. مش هينفع؟ اه فهمت. انتي محرجة تدخلي عليه اوضه النوم؟ قذارة يا مراد. مراد يا مدام ليلى، ما ينفعش اللي انتي بتعمليه ده. انتي هتقولي ينفع وما ينفعش؟ روحي نجري. يلا اندهيله. انت نمت؟ فتش عليكو ايوه فردوس. انا اسفة والله يا مدام، بس مدام ليلى اخت البيت تحت وعماله تزحق وفتح الدنيا. طيب طيب روحي انت، انا صحي مراد واقول له. اوكي مراد. مراد قوم شوف البلد اللي بره. مراد اصحى. مراد مراد يا مراد 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 يا فردوس. اسود. مراد مراد اصحى مراد. لا اصحى يا مراد. مراد مراد يا مراد يا مراد اصحى يا مراد. لا
لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.